يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا منى، وصباح الفل على حركة كلكم. كلنا وإحنا بنتكلم في فعاليات الحوار الوطني بنفتكر كل الملفات اللي إحنا محتاجين فعلا نعمل عليها حوار، نعمل عليها نقاش مجتمعي، نشوف إحنا ممكن نسمع لكل الآراء في كل حتة إزاي، ونخلي هذا النقاش نقاش صحي ونقاش إيجابي. وزي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال دايما، احنا محتاجين إعلام إيجابي. هو ده بالضبط الإعلام الإيجابي اللي احنا عايزين نسير في ركبه ونشتغل عليه، ان الإعلام يبقى يتقدم بينا مش يفرد السلبية، بالعكس نشوف الأفكار الكويسة ونطورها ونكبر ببلدنا. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده علشان احنا نتذكر جيدا ان كل دول العالم في هذا الوقت العصيب من عمر العالم بتحتاج ان هي تراجع اولوياتها، واحنا بنراجع اولوياتنا الاقتصاديه بنبص على ملف مهم جدا وهو ملف الصناعه. صناعه علماء الاقتصاد بيصنفوه ان هي الحصان الرابح للاقتصاد، هي قاطره التنميه بلا منازع. عملت صناعه كويسه هيبقى عندك تصدير كويس، هيبقى عندك عمله صعبه كويسه، هيبقى عندك عمالة بتشتغل، هيبقى عندك أفكار، هيبقى عندك كليات بتخرج كوادر، هتضرب 70 عصفور بحجر واحد بس. طيب الدول الكبرى أو الدول الناشئة بتعمل صناعة كويسة علشان تقدر تطور من اقتصادها وتغطي كل هذه الأشياء بحاجة واحدة بس. في من يراهن على صناعة السيارات، في من يراهن على صناعة الحاجات الغذائية زي تجربة ماليزيا مع عمل التصنيع الزراعي، في ناس بتصنع سلاح وبتصدره زي مثلا القوى العظمى. كل دولة ليها ربما يعني إيه حاجة متخصصة فيها أو بتبقى متميزة بيها. الصناعة المصرية عاملة إزاي؟ الصناعة المصرية عندنا بتساهم بحوالي 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي، أعتقد أنها نسبة محتاجة لمراجعة ومحتاجة أن هي تزيد. بتستثمر أو بتستوعب حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، يعني حوالي ربع العمالة المصرية بتشتغل في الصناعة. بتبلغ استثماراتها حوالي 49 مليار جنيه طبقا لآخر إحصائية، يعني حوالي 50 مليار في الاستثمارات الصناعية بما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات. الصناعات المصرية اللي عندنا اللي احنا متميزين فيها صناعة الأثاث، طبعا تجربة دمياط عظيمة جدا، صناعة المنسوجات بشكل عام عندنا تجارب عظيمة، القلعة الصناعية في المحلة، الصناعات الدوائية. على فكرة أنا سافرت دول أفريقية وعربية كتير يا منا، الدواء المصري موجود بشكل كبير جدا جدا، والكوزماتكس حتى مستحضرات التجميل موجودة بشكل كبير جدا، الصناعات المعدنية وخلافه. طيب سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، لو عندك فكرة عايز تطور بيها صناعة بلدك تفتكر تكون إيه؟ تفتكر محتاجين ايه علشان نطور صناعة بلدنا؟ نراهن على ايه؟ نشتغل ازاي؟ نشوف ازاي؟ واحنا في الحوار الوطني بيسعدنا ان احنا ايضا نعمل حوار وطني وحوار مجتمعي في صباح الخير يا مصر، ونستمع لاجاباتكم وتفاعلاتكم. ده سؤالنا اللي موجود النهارده على صفحتنا على فيسبوك، وهنتوجه لاول حد بالسؤال ده لزميلتي العزيزه منى الشرقاوي. ايه رايك يا منى، نعمل ايه علشان نطور صناعه بلدنا؟ ما اقدرش اقول نعمل ايه عشان نطور صناعه بلدنا، لكن اقدر اقول لازم نفضل نستثمر في صناعه بلدنا. وفكره التصنيع موجوده عندنا من زمان قوي، لو تاخد بالك يا مصطفى من اول قدماء المصريين ابتدوا على طول، اول ما طلعوا القطن ابتدوا على طول يعملوا منسوجات. اول ما كانوا بيزرعوا الكتان كانت الهدوم بتتصنع من الكتان، كان بتتبعت بعثات للدول الافريقيه بتصدر حاجات وبتستورد حاجات علشان برضو تدعم الصناعات. يعني حتى كان بيتجاب من بره انواع معينه من الاخشاب، الابانوس، تصنيع الاثاث والحاجات اللي كانت موجوده. فاحنا فكره الصناعه متاصله وموجوده عندنا من زمان جدا، معرفش ليه فجاه كده ما بقاش فيه تركيز على الصناعات الوطنيه، ولكن اعتقد ان الوضع اختلف في الفتره الاخيره. انت عندك مثلا امثالنا الشعبيه كانت تقول لك ايه، اشتغل الجمعه والعيد ولا تتحوكش لاخوك السعيد. أيوة. مثلا دي امثال المصري، اسعى يا عبد ونسعى معاك، اسعى يا عبد ونسعى معاك. في حاجات كتير قوي في الثقافه الشعبيه متعوده على الكلام ده. احنا عندنا صناعات شعبيه ممكن نستثمر فيها، يعني كل ما نستثمر اعتقد في المشاريع متناهيه الصغر ده يدخل ناس كتير قوي جوه
الاقتصاد الرسمي، ده بقى يقدر يحصل له دعم، الناس تشتغل، حتى ولو الناس الصغيرة خالص اللي على قدها جدا، السيدات الغير مؤهلات يعاد تدريبهم بشكل أو بآخر، الخبرة بتبقى موجودة، بتحتاج بس الطريقة بتاعت التقفيل أو الفينش. صحيح. ده لو اتعمل بشكل محترم، لو اتعمل متفق معاك جدا، احط يعني سطرين ثلاثة تحت الجملة، احنا مشكلتنا في الفينش. احنا لو نقدر نطور في الفينش ومشكلتنا في الـ في الـ في الباكجينج نفسه في الباكجينج. او في الـ في التغليف في التغليف نفسه او في الحاجات دي، اعتقد بتفرق كتير قوي. يعني المنتج بيبقى شكله محترم جدا من جوه، او الخصائص بتاعته كويسه جدا، لكن شكله مش احسن حاجه. لو الناس اشتغلت على ده او والتسويق. اشتغلت على اعاده والتسويق، عندنا مشكله كمان في التسويق. يعني انا مثلا والله المنتج الحلو بيسوق دمياط مثلا، قلعه صناعه عظيمه جدا، طبعا في جهود حكوميه ما ننكرهاش، دكتور مصطفى مدبولي عمل معارض والخلاف، بس مش متسوقه برضو زي ما احنا عايزين. السياحه المصريه، يعني اقول ايه على السياحه المصريه، انا يعني شهادتي مجروح، بس مش متسوقه زي ما احنا عايزين. احنا مشكلتنا برضو في التسويق للخارج، احنا ما يعني اللغه او التواصل مش عارفين نوصل ل 100% منه. وارد، اعتقد ان دي من الحاجات اللي احنا بقالنا فتره شغالين عليها، ومستنيين الناس تقول لنا بقى انتوا متخيلين ايه اللي ناقصنا عشان نطور صناعه بلدنا. احنا لازم نبقى مؤمنين قوي، يعني احنا فرصتنا ان احنا نلبس حاجات مصري، وفرصتنا ان احنا ناكل حاجات مصري، خصوصا كمان مع ارتفاع الاسعار اللي موجود في العالم كله. اعتقد ان المنتج المحلي في الفتره الاخرانيه اثبت كفاءه كويسه جدا، واثبت انه مش بديل، المفروض انه كان يبقى موجود في الاساس. صحيح. واحنا اللي كنا بوصلتنا ما كانتش متظبطه. صحيح. طيب سؤالنا النهارده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها معاكم في حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.